توصل يستمر المنافسات نتواصل على أرضية هذا الميدان شوطنا السابع في مجموعة الأشواط الصباحية خصوص الأبكار. هنا أيضا الفطامين المشتركات مع انطلاق صندوق الحلفة التوقيت الأفضل مع البرنو ومحمد بن حميد القنوبي قدمه في رابع الأشواط الصباحية بتوقيت الزمني مقداره 2:10. شوطنا آخر تحدي آخر إثارة أخرى في هذا الانطلاق. البداية عوايد سالم بن بطل المزروعي على الصدارة بينما المركز الثاني شوف الوصول وشوف الانطلاق في هذا المسار من الوسمية وخليه بن عبد الله بن يعد الحميري على مستوى المركز الثاني. النقلة إلى ثالث المراكز الشاهينية وخليه بن سبعين المحرمي على مستوى المركز الثالث. تابع بقية الأسماء وبقية الشعارات التي بدأت بالوصول بدأت بالتقدم في هذه اللحظات مبكرا نحو هنا أيضا المراكز المتقدمة. ولكن نعود مع البداية نعود مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام عوايد عوايد ولا الوسمية الوسمية ولا عوايد جولة الأوامر النهائية 500 متر الأخيرة. يا سلام عوايد على البداية عوايد على مقدمة الشوط تتقدم مع البداية على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول. شوف الوصول مع المركز الثالث وشوف الانطلاق. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام هذه اللي غيرت مع البداية الشاهينية. وعتيك هنا أيضا بن محمد المهيري على الصدارة على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول. يا سلام يا سلام يا سلام هذه هي الشاهينية على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول. يا سلام ما شاء الله وتبارك الرحمن تهانينا والناموس لمالك الشاهينية عتيق بن محمد المهيري لحظات وصولها إلى خط النهاية مع الناموس هذا الشوط. المركز الثاني الوسمية عند بن يعد المركز الثالث الشاهينية وخليفة بن سبعين المحرمي 2:12. تهانينا والناموس.